بص هتكلم على الابراج الرجال وعلاقتهم بالنساء. يعني مثلا عندك برج الحمل بيعجبه مثلا في النساء الجمال الجميله واللي هي روحها حلوه، بيحب قوي الست الحلوه واللي روحها حلوه خفيف. اما برج الثور ده بقى برج الثور في علاقته بالنساء بتحس ان هو مغرور تقيل، ما بيبينش مشاعره، ما بيبينش، ما بيروحش هو اللي يكلم مثلا اي حد هو معجب بيه، بيستنى هم اللي يكلموه. ماشي. طيب بعد برج الثور برج الجوزاء. برج الجوزاء بيحب كل الستات بقى، الكبيره الصغيره الحلوه الوحشه جميع النساء هو بيعشقهم، ده برج الجوزاء. برج السرطان بيحب دايما الست اللي هي تشبه لامه، اللي هو دايما بيحب الاستقرار وبيحب فيها حاجه يعني ايه بيتوتيه. طيب ده برج السرطان. بعد برج السرطان في عندك برج ايه، برج الاسد. برج الاسد برضو بيعشق الجمال بس دايما بيكون في تعامله معاهم عصبي، لان هو دايما برج الاسد ده بيحب ان انت تديله اهتمامه وتسمع نصيحته. طيب برج الاسد. برج العذراء دايما بيبص وبيحب الست العمليه اللي ليها حياتها ليها شخصيتها ليها شغلها ليها كاريرها كده ليها عملها، بيحب قوي الست العمليه. في برج الميزان. برج الميزان الستات بقى اللي بتحبه ليه بقى، لان هو عنده كاريزما كده، عنده ضحكه حلوه، فتملي الستات بتحبه، بتحب خفة دمه، بتحب طريقته، بتحب ضحكته. ده الميزان. عندك بعد كده برج العقرب بيحب كل الستات. بص الغنية الفقيرة البسيطة المبهرجة البيضة الصم، هو دايما برج بيحب يحسس نفسه ان هو مرغوب من الجميع، فدايما تلاقيه بيتعامل بلطف مع كل الستات. ده العقرب. عندك برج القوس. برج القوس بص هو يزهق بسرعة، فدايما بيحب ايه كتير 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 في علاقات متعدده، ده برج القوس. برج الجدي بص بيعرف كل الستات بس مخلص لواحده بس، لواحده بس هي بتبقى يعني زي ما بقولك ايه سيده القصر. برج الدلو دايما يعشق جميع الجميلات، جميع الجمالات، لازم بيحب قوي الجمال، بيحب الحلوين، بيحب الذكاي المتميزين. راجل برج الحوت تملي بيحب بس في السر بينه وبين نفسه، لان هو من النوع اللي ما بيحبش حد يمسكه، فتحس ان هو ايه مره واحده يظهر مره واحده يختفي، مره واحده تلاقيه كويس مره واحده ما فيش، بس كده.